أهلا بكم من جديد. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن منسق الأمم المتحدة للمساعدات سيزور غازي عنتاب في تركيا وحلب ودمشق في سوريا نهاية هذا الأسبوع لتقييم الاحتياجات. نتابع. A center of solidarity is now an epicenter of suffering. People are facing nightmare on top of nightmare. The earthquake struck as the humanitarian crisis in northwest Syria was already worsening, with needs at their highest level since conflict began. And the United Nations has done its best to race to respond. We are deploying disaster assessment experts, coordinating search and rescue teams, providing emergency relief, food, medical supplies, thermal blankets, and other life-saving items. And we are committed to do much more. That is why I have asked the Undersecretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Martin Griffiths, to travel to areas affected by the earthquake this weekend. He is already in Turkey. He will visit Gaziantep, Aleppo, and Damascus to assess needs and see how we can best step up our support. من جانبها قالت رئيسة المكتب الإعلامي لمنظمة أطباء بلا حدود إن المنظمة تواجه صعوبات في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض في سوريا. بالنسبة إلينا في منظمة أطباء بلا حدود، يعني الوضع جدا معقد، يعني من الشق الاستجابة الإنسانية أولويتنا الأولى اليوم تنصب على معالجة الجرحى الذين نستقبلهم، لاسيما في الجانب السوري حيث ندعم أكثر من 23 مرفق طبي. على سبيل المثال في حلب تعاملنا مع أكثر من 3500 جريح، وفي إدلب أكثر من 500 جريح أيضا. اضطررنا إلى إخلاء بعض من هذه المرافق الطبية خشية الانهيار، يعني هناك مركز لرعاية الأمومة اضطررنا في حلب إلى إخلائه خوفا من انهياره. يعني هذه جميعها تداعيات تزيد من عمق هذه الأزمة الطبيعية. لطالما كان الإنسان ضحية كوارث طبيعية كالزلزال الزلازل التي أدت قوتها التدميرية إلى موت عشرات الآلاف تحت أنقاض المباني. لذلك تطورت على مدار سنوات أدوات تساعد في تقليل الخسائر في الأرواح. نتابع. تداهم الكوارث الإنسان ويلقى الآلاف حتفهم، ولتقليل الخسائر تطورت الأدوات وزاد الاعتماد على التكنولوجيا في مهام الإنقاذ ومساعدة المتضررين. المسيرات تعمل على مسح المناطق المتضررة وتساعد في تحديد ونقل المعلومات لفرق الإنقاذ عن الناجين وحجم الضرر، ما يساعد في تحديد الأولويات، بجانب استخدامها لتوصيل المساعدات الإنسانية بسرعة وفاعلية وإلى المناطق التي تقطعت بها السبل. هناك أيضا أجهزة الاستشعار التي تتمكن من رسم خرائط حرارية لتحديد أماكن البشر المحاصرين تحت الأنقاض، فضلا عن اكتشاف وتحديد إشارات الطرق من الضحايا المحاصرين في أكوام الحطام. وللكشف عن الأحياء تستخدم ناسا فايندر، وهي أداة في حجم شنطة يد تتمكن من اكتشاف ضربات القلب البشرية على عمق 30 قدما تحت الأنقاض و20 قدما عبر الخرسانة الصلبة. وللوصول إلى المنكوبين بجانب الوسائل التقليدية تتسلل روبوتات من فتحات صغيرة جدا داخل الأنقاض مزودة بمستشعرات للكشف عن البشر والوصول إليهم وتوفير قناة اتصال لهم مع فرق الإنقاذ. طور أيضا مشروع سيرفالا الذي يسمح للهواتف النقالة بالاتصال ببعضها حتى في حالة عدم وجود تغطية، استخدم لأول مرة خلال زلزال هايتي عام 2010. في الحادثة ذاتها استخدم نظام لتمكين التواصل بين ضحايا الكوارث والمنظمات الإغاثية بشكل مباشر عن طريق الرسائل النصية. تزيد تلك الأدوات التي خضعت للتطوير المستمر من فرصة العثور على بشر مدفونين بعمق وإنقاذ المزيد من الأرواح.
الآن أذهب أنا وإياكم إلى بعض التغريدات التي اخترناها من على موقع تويتر حول هذا الموضوع وهذه الكارثة. هذا ماجد عبد النور يقول: الوضع في الشمال السوري كارثي ومبكن، أناس تحت الأنقاض وآخرون تحت الثلوج، وفرق الدفاع المدني غير قادرة على الوصول لجميع المناطق. هذا الحساب باسم موسى يقول صاحبه: التعامل مع تركيا يختلف عن سوريا، لأن تركيا تستطيع تقديم شيء مستقبلا، أما الشعب السوري فلا يستطيع، فهو محكوم من جهات وأجندات خارجية. عادل الجنيف أو حنيف عفوا حنيف داود يقول: المعبر الذي تعترف به الأمم المتحدة هو معبر باب الهوى، والطرق الموصلة إليه مدمرة، لذلك تمنع فتحه للشاحنات التي حمولتها بالأطنان لعدم السلام. إذن للمزيد من الحديث أرحب بضيفي من مدينة أديمان التركية الدكتور أنور الكرد، طبيب في قسم الطوارئ في مستشفى أديمان الحكومية. دكتور مرحبا بك، لو تقدم لي صورة لحال المستشفيات في تركيا اليوم وما هي أبرز التحديات والعقبات التي تواجهها. مساء الخير جميعا، أنا أتواجد في المستشفى أديمان الحكومي منذ بدء الزلزال. أنا أصلا موظف في إسطنبول، ولكن مع بدء الزلزال اتجهت كل الفرق الطبية والكادر الطبي ومساهمات شخصية وعن طريق اتحادات ومؤسسات تركية اتجهت جميعا إلى مناطق الزلزال. الوضع بكل صراحة كارثي جدا جدا، يعني كما تشاهدون في الأخبار وكذا هناك المزيد والمزيد. بكل محاولات الدولة التركية مع مساعدات الخارجية إلا أنه ما زال هناك الكثير وحتى الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض. اليوم حاولنا بكل استطاعتنا بكل طاقاتنا بكل موائدنا الطبية إنقاذ الحياة البشرية، ولكن كانت الطبيعة وكانت الدمار أقوى منا بكثير. من أين تستقبل مستشفى أديمان دكتور المصابين والضحايا؟ من أي مناطق بالتحديد؟ وهل هناك يعني حصيلة لأعداد المصابين الموجودين في هذه المستشفى؟ مدينة أديمان هي مدينة تركية مستقلة، عدد سكانها تقريبا من 500,000 نسمة. هناك دمار شامل لهذه المدينة، حتى عندنا دمار شامل، عندنا دمار في المستشفيات، مستشفيتين حكوميات سقطت مع الزلزال، لم يبقى الا المستشفى الحكومي حاليا انا متواجد فيه، حتى المستشفى اللي موجود فيه هناك تقريبا ما يقارب من 25 ل 30% منه متضرر. مع ذلك استقبلنا كل الحالات المرضية أو الحالات المصابة في مدينة أديمان بحد ذاتها، إلا أنه إمكانياتنا في المستشفى والوضع في المستشفى وكثر الأعداد الهائلة من الضحايا كنا نقوم بإرسالهم إلى مدينة إسطنبول، إلى مدينة أنقرة، إلى المدن المجاورة. طيب المشكلة الوضع اليوم أو التحدي الأساسي لديكم هو في يعني الكاباسيتي أو الحالة الاستيعابية لهذه المستشفيات، أم في التجهيزات وأيضا المعدات والآلات الإسعافية التي تحتاجون إليها؟ المشكلة اللي عانيناها انه زي ما طرحت لحضرتك انه عندنا تقريبا نص شلل في المستشفى، لا نستطيع ان نستقبل كل الحالات المرضية. التجهيزات اصلا هذه المستشفى مجهزة ب 400 سرير، مجهزة على احدث المستويات الطبية، لكن عدد المرضى وعدد الاصابات
والضائع الذي أضاء بالمستشفى أدت إنه نضطر أن نرسل المرضى إلى المدن الأخرى. هناك العديد من الكوادر الطبية موجودة حاليا في المستشفى. اليوم بعد الظهر تقريبا بطلت، لم يعد يصلنا أحياء للمستشفى، بل كلها إصابات، يعني كلها ضحايا أموات. لذلك نحن في وضع صعب، في وضع صعب جدا بحجم الكارثة. الذي أنا اليوم طلعت على خارجة من المشفى وتجولت في المدينة وشفت ما كمية الدمار الذي ضربها، يعني أنا بنظر هيك كمدينة ضربت قصفت بقنابل مش طبيعية يعني. طيب ولذلك ما زال هناك دكتور، تقول إن معظم الذين نعم يصلون إلى المستشفى هم للأسف يعني متوفين أو ضحايا، ماذا عن نعم المصابين؟ يعني لو تصف لي صعوبة الحالات التي تأتيكم، الوضع الصحي للمصابين الذين يصلون إلى المشافي والذين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم. يصلنا الحالات التي منذ الأمس مساء حتى اليوم صباحا. الحالات المرضية اللي كان المصابين اللي كانوا بيصلونا عندهم بدءا للغائغائينا، انه بلشت تفقدوا فقد للأرجل، فقد للإيدين، فقد للأعضاء، لأنه فترة طويلة بقوا تحت الأنقاض بدون حركة. وكذلك المرضى من الإصابات تبعتهم من فقدانهم للسوائل أدت إلى أنه يصابوا بمرض الغائغائينة، التي تضطر أنه تقطع الأطراف تبع أطرافهم، إما رجليهم إما إيديهم إما جزء من جسمهم. كذلك الإصابات التي تؤدي إلى نزيف رئة، عندنا إصابات كسر في الحوض بشكل مش طبيعي، كسر بالأطراف، كسر بالجمجمة، كل الحالات هذه تعاملنا معها. هل تصلكم دكتور مساعدات من الحكومة التركية؟ نعم، المشكلة التي عانينا بها إنه هناك كان الكثير من الطواقم الطبية، ولكن كانت أهم مشكلة معي عشناها إنه فرق الإنقاذ كانت قليلة، الدعم كان قليل، إلا إنه تم تلافيه اعتبارا من البائحة. بس فقدنا الساعات الذهبية اللي كنا نستطيع أن ننقذ أكثر من الضحايا فقدناها. فهذه الشغلات هي التي أدت إلى زيادة عدد الوفيات. وحتى الآن الأنقاذ مناطق لم يستطيعوا الوصول إليها. شكرا جزيلا لك دكتور على كل هذه الإيضاحات. إذا الدكتور أنور الكرد، طبيب في قسم الطوارئ في مستشفى أديمان الحكومية، نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وطبعا الرحمة لكل من فارقوا الحياة في هذه المصيبة. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا ميرا شغازي.